الاوكسايد والجنين اللي فيهم العشب هذا، هذا كيبس يولي اخطر حاجه في الجنان، لانه ينقل الحرائق. هذا النار تشعل فيه، واش نقول لك، وخاصه هذا الرطبه، هذا ما ياكلوه لا شياه لا بقراس. لازم تحشو، لازم تحشو وتنقلو. وثاني هذا، هذا ويشعل يطيخ، واش نقول لك، كيما الجمر كيما الفحم. ها شوف هاني عندي في الجنان هنا، هذا لازم تحشو، مكان شحال تحشو بالحشاشه. شوف قد ما هكذا، قد ما ولا، شوف ولا غابه. وكون تخليه يبس يولي مشكل ثاني في الحشان، يولي صعيب. شوف طول قدم، طول على انسان. هاو يدي، شو يدي كيفاه. اها هذا تشعل فيه النار، يعني تخليها، يعني الجنان تاعك ودعو، لازم تحشو. المهم حنا وفرنا لكم حشاشات من نوع رفيع، حاجه مليحه وتخدم لك، وتقدر تخدم فيه هذو ضعاف، هذوك ما يخدموش. خيرنا لكم حاجه مليحه اللي تقدر تخدم، قوه تاعها 2 حصان، تقدر تعمل لها ديسك في هذو، في هذا الحشيش الخشين. ومنين الشجر تقدر تستعملها الخيط. خيرنا لكم ثاني الخيط المليح، الديسك تاع الخيط المليح اللي تقدر تحط فيه 6 خيوط تاع الكات ولا الطروا. وفرنا ثاني القرص المعدني باه ما يتكسرش، يخبط في الحجره ما يتكسرش. القديم هذاك شويه مصالح، شوف 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 الحشيش وين، هذا في الجنانه راح تتبعدوا هكذا باه تدخل. اللي مهتم يتصل بنا حتى نوصلكم لاي مكان في الجزائر. عشب اللي في الفيديو قويه بزاف، تستحاج قرص مناسب كيما البيض هذا، وآلة حش قويه ونقص فيها الاهتزاز. الجذوع، الجذوع الصلبه تسبب الاهتزاز في الاله، وقادر حتى تفسد لك الموتور. لازم محرك قوي كيما اللي في الصوره. هذا 2 حصان ناقص فيه الاهتزاز، المعايير تاعو طالعه، يخدم لك بزاف وما يتاثرش.